السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ ما شاء الله بخير. إياكم سيد حسين، عالم أبل للتعلم عن الآيفون. قبل أن نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة، إذا كنت مو مشترك وفعل لي زر الجرس عشان تصلك الإشعارات الجديدة. شباب، أنا قبل فترة تكلمت عن اللي هو في فيديو الرويال باس، شراء رويال باس. اتكلمت عن شغلة صارت إياي ويا أبل، وناس واجد قالت لي اذكرها، جت لي على انستغرام وبنعرف الصادق ومن هالقبيل. فيا شباب، اللي صار باختصار ان أبل هكروا، او مو هكروا، خلنا نقول سكروا حسابي للأبد، وحسابي كان فيه $30. اوكي، حسابي كان فيه $30، وهذا $30 انا كنت حاطها اوكي عشان اني بشتري الرويال باس مال هذا السيزون $25، وبعدين بشتري $5، يعني تقريبا كنت بصير في رويال باس من اول ويك ليفل 36، ازيد من ما انا الحين موجود. انا حاليا ليفل 32 فيه، لو كان ذاك الوقت وفعلا اشتريت كان الحين يمكن 46، دام أزيد في 50. على العموم يا شباب، اللي راح مات مثل ما نقول، أو اللي فات مات هالمثل. أوكي، بس شباب صراحة أحب أذكر لكم وش السبب، عشان لو أنتون صارت بياكم نفس الشغلة اللي هياي ما ترد تصير لكم، أو أنتون ما تصير لكم، تصير لي، صارت لي بس أنا. انا اقول لكم الشغله كذي كذي وما تتكرر عندكم ان شاء الله. وكنت انا يا شباب المفروض اول عربي ينشر عن شراء الرويال باس، اول، تخيلوا، يعني انا المفروض كنت اول يوتيوبر عربي ينشر الرويال باس، لان انا كنت قاعد 5 بالضبط وفاتح على السيزن ان انا خلاص بشتري وكذي، والفيديوهات في اليوتيوب نزلت على الساعة 8 و9 الصبح كذي تقريبا. بس يعني أنا كنت أول واحد راح أشتري السيزون وأنزل عنه في اليوتيوب، بس حظي كان كذي وهي اللي صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. إياكم سيد حسين، أنا أبل التعليم عن آيفون. قبل أن نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناة، مشترك وفعل زر الجرس حق يصلك الجديد. واخيرا يا شباب نزل السيزون 8، وخلونا نشوف الاشياء اللي نزلوها في سيزون 8. اوكي، او ما شاء الله، البدلات والله حلوة شباب. عندنا ديبي و وات، والله شباب حلو الصراحة، ما شاء الله، والله حلو حلو شباب، حلو حلو. شوف المكافآت، أول شي سكار إل هذا شباب، بس ترى في السيزون السادس كان في سكار، ليش حطون حين سكار؟ مفروض حطون أسلحة ما هي موجودة، يعني انفور مثلا البدلة نار شباب، هذه البدلة هذه نار بس للبنات. المهم شوف اليوسي، طبعا اليوم شباب بعبي لليفل 30، بشتري $25. انا لله، اوه وش السالفة. اوكي شباب، هذه الرسالة اللي طلعت معناته ان الستور كريدت مو كان كافي، لكن في الواقع كان في الستور حزتها $25.26، تمام؟ يعني المفروض انه يسحب المبلغ وياخذ حقه، بس هاي اللي طلع لي يوم دخلت الباسورد، قال لي ستور كريدت، دخل فيزا كارد، دخل ما ادري شنو. انا راسا قمت اتصلت لشركة ابل، اوكي، وانا في الاتصال اوكي قالوا لي شنو، يقول لي الموظف اللي كلمته هذا بما معناه رصيدك مو كافي، وعبيت $5، وعبيت انا بعد $5. انزين، يوم عبيت جيت فتحت اللي هو اللعبة انه خلاص يعني مستانس ان حليت الطريقة، وانه بشتري ابو اللي هو $30 مع $25 عفوا،
ويوم جيت انا الحين بشتري طلعت لي رسالة verification required عفوا اللي هي your purchase could not be completed. انا هني شباب اتضجرت وجدرت بطريقة مي طبيعية يعني خلاص يأست من هذا. وبعدها بعشر دقايق دخلت على الابل ستور لقيت حسابي ما في. حاولت ادخله your account has been locked وما قدرت اسوي شي حسبتها. بعد ما اتصلت لابل مرة ثانية وقلت لهم المشكلة كذي 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 قالوا حسابك تبند للابد للابد للابد. هني شباب انا خلاص يعني فقدت اعصابي وقلت لهم ما في حد ترجعون الفلوس وهذا. زين قلت لهم وش المخالفة وش السبب؟ يقول لي شنو؟ يقول لي مخالف لسياسة شروط الخدمة والخصوصية. وقلت لهم وش المشكلة اذا مخالف بهاي الخصوص وش المشكلة؟ قالوا اديش على الموقع التالي اللي رابطه والرابط راح تشوفونه في الوصف اوكي اللي هو ابل او سياسة وخصوصية شروط استخدام ابل. فهذا اللي صار شباب وانا يعني حاولت اني استرجع بس ما قدرت لما يعني فقدت اعصابي بشكل شلون اقول لكم غير كبير. حتى الموظف قمت شوي اصارخ عليه من القهر اللي داخلي. يعني تخيلوا شباب كنت انا اول يوتيوبر بنزل عن شراء الرويال باس بس هذا اللي صار. فاتمنى اتمنى شباب اللي عنده اللي عنده احد من قريب يعرف في شركة ابل احد من صوبة يكلمني على انستغرام رابط انستغرام مالي في الوصف اوكي عشان اقدر او يقدر يسترجع لي الحساب او على الاقل جزء من المبلغ اللي كان داخل الحساب. ولا شباب مو بس كذي الموظف هذا من حقارته يعني مع الاحترام طبعا ايش قام سوى وانا اتكلم وياه سكر الخط في وجهي. وفوق كذي انا منتظر ازيد من ساعتين رصيدي راح مال التجوال الرصيد راح. بعدين شنو انا هاي نهايتها انه ما في شيء نقعد ازيد من ساعتين حتى تشارج الموبايل خلص واخر شيء حقارة الموظف يسكر الموبايل في وجهي. شكرا ابل. بس شباب رابط الموقع اللي قلت لكم عنه تحت روحي اقرأوا شروط الخدمة وانا قريتها طبعا وما شفت اي شيء من هاي الشروط ان انا مخالفة له. لكن شو اسوي يعني قلت لهم ان انا ترى مو مخالف شيء وقرأت الموقع بس قالوا رد اقرأ وانا قرأتها ازيد من 4 أو 5 مرات بس ما كان في فايدة. فالعموم شباب خلاص بعد انا ما اقدر اسوي اي شيء. وصلنا للختام. لا تنسوا لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا تفاعلكم في القناة المستمر وبس يا شباب مع السلامة.